هدي تجي جاب لهم ميكروفونات باش يغنيو ليا لا في سيل كبير هنا فين غيلعبوا دابا هاد البراش اللي جبت معايا سير 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 تشوفوا الغرفه ديالكم كي دايره راه ما يمكنش اذا يانيس غيعوم في هاد المسبح سالتو سالتو غادي يموت غادي يموت اوكي السلام عليكم زازلوز اوفردوز مرحبا بكم في قناه العزاوي عاملين فيديو واليوم عندي لكم مفاجاه جديده واجدين تسمعوها واجدين اخيرا ومن بعد عامين غنمشي وعاوتاني لوطيل ديال لوغوفوج واش شفتي هاد لوطيل كدير ضريب ابتسام فايت مشات ليه وانت شفتي غير الفيديو ديال ما عمرك شفتي ليه ومن ديك الساعه انت كتقول لي العزاوي ديني زكريا انت ما عمرك شفتي هو واحد لوطيل اللي كاين بين الجبال وفيه لا بيسين والغرفه فين غتنعسو حتى هي هربانه شوف البلاصه فين تنعسو احسن من اي اوتيل مشيتو ليه واحد ستيل فيه هربان المهم شوف بلا ما نحرق عليكم حتى نمشيو لتما وغادي تكتشفوا ونعيشوا فيه واحد اليومين ليه هربان مشينا وغيكون معانا يانيس يلا الاصدقاء ما تنساوش ديروا واحد لايك اشتركوا في قناه فعلو جرس باش يوصلكم الجديد ويلا نمشيو اخوتي اللوبير ديال لوغوفوج عرفتي ودي هشام اخر مره جينا لهاد البلاصه قبل عامين دابا وقفنا هنايا ولكن ماشي باش يضرب فينا البرد ونشوفوا زعما هاد الديكور وقفنا كنصايبوا الطوموبيل اللي كانت عندنا خسرات حيت كانت سخونيه وشتي الفيراجات اللي جينا فيهم زكريا كي جاك هاد المنظر عاوتاني البنان واش تقرد ولا شنو كتفكر في البنان المهم اخوتي راه ما بقى لنا والو مازال شادين الطريق لهاد الجهه وغاديين وما كاين غير المناظر الطبيعيه شوفوا تبارك الله كي داير ها النخل ها الويديان ها الانهار داكشي يا السلام المهم احنا وصلنا اخيرا صراحه جينا اخوتي منفسين مرتاحين شو 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 كي كيبان ها هو الاصدقاء هذا هو لوبيرج ديال لوغوفوج راه هو كامل كاين فوق الجبل كما قلت لكم يا يا سلام مرحبا 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 كترحب بكم تقول لوبيرج ديالها تبان لك هشام كي جاتك بعدا البلاصه اولا قبل ما ندخلوا كي جاتك البلاصه واعره ترى ما نقدرش نهضر اصاحبي كتحس براسك وسط الجبال والهواء والنسيم وداك الشيء ويلي شو 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 الفوق شو الفوق كي داير داك الشيء راه ما يمكنش طلعت على الجبل الفوق راه غنطلعوا حتى الفوق كاين تما واحد المسبح الفوق ديال الجبل سي زكريا هانيا عجبتك البلاصه وشوف شنو كاين هنا عاوتاني تقد تجربهم في اي لحظه تقد تكون جالس في لابيزي تنقول لك يلاه نطلعوا في الكواط يلاه تبان لك بغيتي تجربهم المهم يلاه ندخلوا بعدا تشوفوا العالم كي داير ومن بعد ارى ما نجربوا صافي انت شوف ليا غير الدخله كي دايره تبارك الله عاوتاني صاحبي كيبورش زوين ياك ما بالك شنو كاين داخل بلاتي ابتسام خاصهم يعرفوا شنو اللي ممنوع وشنو اللي مسموح به خصوصا في السباحه ممنوع اصطحاب الحيوانات الاليفه زكريا انت اللي ما غتدخلش المهم الماكله العيبات شحال حاجه من واحد كلشي كاين هنا لداخل زاهي اخوتي عندهم لي ريستو عندهم شحال ديال الحوايج زوينين وقال لك عوم من 8 الصباح حتى ل 12 الليل يعني نعوموا بالليل ولكن بلاتي ما تجريش ما تجريش هشام ما تجريش هشام شوف يجري يلا دخلوا دخلوا بسم الله بسم الله يلا سير 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 انا قاعد عاوتاني شو البوابه اللي كترحب بك كي داير شوفوا هشام بحال فمو في لونتخي كما كتشوفوا معاه كتدخل شنو كتلقى ابتسام كنلقاو شجر الزيتون داك الشيء زوين تبارك الله شو واحد انت شحال ناضي واو هشام كيشبه ليك ركب حداه وهذا ديال الخشب وصحيح ولكن انت راه غتركب غتفرشخو شو مسكين ما عندوش يدو واقيلا مشات ليه في الحرب مشات ليه في الحرب محارب المهم مع الدخله ديال الباب انا غنوريكم كلشي في التفاصيل شنو كنلقاو كنلقاو هذا الشيء التقليدي زوين كيرجعك للعصر ديال الحديد الدار الله ينور عليك كاينين عندك حيت كما كتشوفوا هو راه مبني بواحد الطريقه اللي في شكل بحال البني القديم شفتوا هو راه مبني بني عصري ولكن الشكل الخارجي ديال البني القديم شفت واحد القنديل عاوتاني واش كيشعل بالليل هذا ولا لا داكشي واعر عاوتاني ويتك 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 وهاد المبخرة كبيرة ياك مبخرة هادي غنشوف ديرو فيها البخور وداك العالم وراه شوف باش نقول لك واحد الحاجة راك عندهم سوبر ماركت عقلتي هجوم 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 لا راه سدود سدود دابا فاش كتبغي تحلو راه تيفتحوا وتاخذ افتح سوبر ماركت وراه شنو كاين هنا كاع داكشي اللي عزيز عليك حيت انت عارف انك ما كتاكلش الماكله كتاكل غير السقاطه شوف راه كاين برينجلز كاين ايس كريم كاين تشيبسات كاين كلشي
اختي فتحوا غنوريه لك شنو كاين مازال حتى فتحوا. اي 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 بارده مبرده ها ليلى لا 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 عطيتي عطيتي لي انا سمعتي سما جنهزتوهاش. اش بغيتي دير؟ بغيتي دير؟ ناري بغي يشونه بغي يديو الثلاجه كامله. قرات شنو فيها؟ شوف راه غنمشيو للشومبر ديالنا نرتاحوا وفوق ما بغيتي شي ايس كريم اجي دير بحال هكا فتح وهز خد راحتك. وخلص اش من؟ انا خلص عليكم. يا سلام منين كتدخل من الرواق شنو كنلقاو بلاصه ديال الريستو بلاصه ديال الماكله. ها هي السي زكريا راه مرتاح هو ويانيس تما. شو 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 واحد النافوره هربانه ما يمكنش الشكل ديالها واعر مكرهتي تعاون فيه هشام والله الا بيت نعاون نخل. وتخيل تكون جالس كتاكل تما فين جالس زكريا وحدك هاد النافوره شو الشكل ديالها. واو الاصدقاء بارده شو شكر الشاتو ديالها. شو شو واحد المرايه عاوتاني كي دايره تركت لكم ما يمكنش مخلطين ما بين داكشي اللي هو عصري وما بين داكشي اللي تقليدي. المرايه واعره بزاف واو كنبين السين ديالها هربان كنبين هنا زعما انت اصلا تيتيزا داكشي علاش كتغسلي زعما يدك هنايا قبل ما تجي تجلسي تاكلي هنايا ياك السي زكريا. انا ناضي اصلا زكريا عزيز عليا نيس ما كيتفرقش هو ويا خلانو شاد يانيس. شو داكشي تلاقى صحابو راه قال لكم منع دخول الحيوانات راه داكشي اش قلناها لك. اخيرا اخوتي تلاقى شنو هذا الدجاج ولكن واحد النوع ما عمري شفتو. شوف بحال اش داير ما يمكنش هربان واو واو على الدجاجات نقول لهم هما بغيناهم للطاجين اليوم. هو الله يجربها. او يا سلام عاوتاني هنايا كاينه واحد الكليسه اللي خطيره ديال بصح واعره فيها بزاف ديال الانتيك. عرفتي شنو هو الانتيك هشام؟ اول حاجه بانت لي بعدا ديال يانيس. لا هو مازال هو صغير على داك اللعيبات. كما قلت لكم كاين هنا بزاف ديال الانتيك اللي هربانين عندهم علاقه بمصر عندهم علاقه بجنوب افريقيا وبزاف ديال الثقافات الاصدقاء. واو الشكل ديال هذه هربان ما كاع شنو هي بحال شي ورده ولكن حجره ولكن الشكل ديالها واس ما يمكنش. شوف مكحله اكا دراغون الاصدقاء. كاينين شي تويشيات هنا اللي واعرين ديال الصح حتى تجيو تكتشفوهم. شو هذا فرعون اخوتي يا سلام هذا كيضويو به شحال هذه كانوا كيضويو به. اجي تشوف هشام زكريا هذه هي اللي كانت عند حديد تنشتيها ما فيهاش الدم ما فيهاش الدم. يا ما جبناش معنا الالات الموسيقيه ولكن لقينا هذا. تبان لك زكريا تبان لك هشام شوف اش غينفعك. اي 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 لا لا خصو غير يسخن ياك خصو غير يسخن. شو ها هو البنديل بلاتي نشوف اش نلقاو شي اله موسيقيه اخرى. شوف يلا باغي نسولهم شنو سميتو ما غاديش يعرفوه. شنو سميتو؟ القمبري. نقولوا الهجوج هجوج هكا كمل كمل سير نديرو شي طريق. اي 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 صافي صافي فين باش تجيب شي وينا كاين ترازا. المهم هذه قاعه ديال الماكله وفي نفس الوقت ديال الاستراحه وكي حنا مبلبلينها فيها. هنايا كاينه هذه اللي كنقولوا ليها المدفاه وفراسك راه خدامه يعني راه كانوا كيخدموا بها كيديروا فيها الخشب كما كتشوفوا كيقطعوه كيديروا داخل كيشعلوا فيه العافيه حيت كي هنا راه الجبل كيكون البرد واش فهمتي. وهاد القاعه هادي كتولي كامله سخونه بسبب هاد المدفع. اش دابا غنعطيكم هاد الدروس الثقافه عامه ولا شنو؟ لا ماشي ديال الشيطان تيهزو بها التبنه صاحبي. وها ها العجب المتعجب عاوتاني داك الشيء بشكل بحال بحال الخبز ماشي خبزة صاحبي. هذا واحد الحجر تيكون كيبري من الداخل ديالو تيقسموه تيلقاو فيه راه ماشي ساهل تلقاه راه نادر راه فهمتي نادر هذا الحجر هذا وما تقيسو حتى حاجه حيت هادشي انتيك الا خسرتو شي حاجه راه كتكون قديمه صاحبي واش خسروها. شوف بحال دابا هذا شنو هو هذا كيقولوا ليها شنو كيقولوا ليها هذيك اللي كيكوي بها الملابس هي مصلوح مصلوح كيكون سخون هو اللي خاصكم باش تصلحوا راسكم. المهم راه مازال كنعرفهم على البلاصه صراحه لوبيرج هربان ديال بصح كيرجعك لشي ثقافات وكيعيشك واحد الاجواء اللي فشكال وكتسترخى ملي كتجي لهنايا. مازال شنو مازال نوريهم المسبح غيصدمهم ديال بصح على حساب البلاصه ديالو والاطلاله ديالو ومازال غنوريهم الغرفه فين غيباتو هي اللي غتصدمهم عاوتاني كثار من المسبح وزاهي. وهشام اخوتي ملي جينا هو عاجبو الحال وحل العيني ومبور. المهم هذا الرواق هذا كيديك للشومبر فين غادي نباتو. حنا غاديين للشومبر. يلا السي زكريا تشوف فين غاتباتو. شو كيدير تبارك الله ما شاء الله وراه كاينين الطبيلات هنا جليسات حدا لي شومبر باش زعما تتخرج من الشومبر تتجلس ترتاح مع راسك تحت هذه الاطلاله هذه.
وهشام هذيك راه ما كتصاكش صاحبي وانسوقها مشكلة الا جلستي شوف علاش تجلس بعدا علاش شوف هو حيد هو حيدنا الشيطان هذه واحد الديكور اخوتي بيكالا زوينه انت كداك شي واعر هو جاي بيخربها يلا سير سير مخريب شوف اخوتي كطلع عاوتاني مع هنا داك الشيء يا سلام واش بعدا البلاصه قبل ما ندخلوا الصنفر كي دايره ما يمكنش واحد الجو واحد العالم اخر الاصدقاء هاد 25 هادي ديال هشام وزكريا وايوب ياك السوار ديال وهادي ديالي انا وابتسام ماشي نبداو ديالي انا وابتسام عند الزول ديال هشام وزكريا وايوب يلا 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 واه السنادي عن سد سد داك الباب لا تفتحونا مع عباد الله سد اول حاجه غنديرها نحط السياسه انا عاوتاني المهم الاصدقاء انا نوريكم البيت ديالي انا وابتسام اول حاجه كاين عندنا طابل دونوي هنايا داكشي يا سلام انت كل ورد وكدا والرومانسيه هكا هكا وريض هكا انا عطيك شكرا لا ما بغاش تهز هكا اعطيني الفاز كامل هكا الفاز كامل عندي معايا بصحه والراحه اه يا نوض نوض النموذجيه ديالي نوض 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 شوفوا تبارك الله داكشي كي داير الاصدقاء راه ما يمكنش زوين ديالو بصح كلاس داكشي زوين وين انتك هذيك البلاصه اللي كيحطوا فيها الكواش ولا الحوايج ولا اي حاجه الكواش يا سلام شو واحد فين جلس وزوين واش تبيل تبقى معانا دابا تشوف الغرفه ديالك وبطبيعه الحال كاينه التلفزيون باش نتفرجوا انا عاوتاني وهي ها في ديك الجهه راه كاين طواليت اولا زوج اجي شوفوا السيت ديالو كي داير غيكون عاوتاني شي حاجه في شكال ياك كتحس براسك داخل الحمام بلدي داكشي واعر الاصدقاء المرايا انتك المهم داكشي ناضي كناضي السي ايوب الاستجمام ما عندكمش في الغرفه ديالكم لا 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 خوتي هذا راه البالكون ديالنا هجم علينا وكنسقي تمنظر ليه مع راسو بالطبيعه بالنسبه لك حيت تخلي مرتي تطل تخلي مرتي تطل قال له هشام حتى الله لا شتي سير ديك الشيء سير ديك الشيء كما كتشوفوا كيطلع على هاد الشجيرات وعلى هاد الجبل داك الشيء واعر شفت البني هاد البني هنايا داك الشيء واعر ياك والله الا زوين المهم انا غادي نوريكم الغرفه كامله دابا باش تشوفوها كما كنشوفوها حنايا واعرة 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 ديال بصح ودابا نمشيو للغرفة ديال الدراري الدراري نشوفوا حتى هي كي دايرة ياك ايه هاي هاي هشام متحمس فرحان أول مرة غيفتح غرفة ديال شي فندق ديالو الراس ولكن معاك زكريا ومعاك أيوب زحام أصاحبي زحام يلا سير 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 تشوفوا الغرفة ديالكم كي دايرة راه ما يمكنش هربان ولا ما هربانش واعرة شو الشكل ديالها كي داير الاصدقاء هادو ديولي بوحدي بجوج شنو هو هادو ديولي بوحدي اجي تشوف لي خوك ابتسام اجي هاد البيل ديال خوك الله سبحانه قال لك بغا ينعس بوحدو في هادو كتقلب صافي وهادوك الجوج ديال زكريا وايوب انا عاوتاني داكشي انتك عندكم حتى نتوما التلفازه شكون بحالكم الصحه والراحه داكشي صراحه شوف هادوش شي شوف الدوش كبيره ديالكم هي يكون كبير ويلي ويلي هذا ماشي دوش شوفوا الزنقه هذه المهم كما كتشوفوا اخوتي هذا هو الشومبر فين غيباتوا الدراري فين غيدوزوا هذا اليوم هذا لا واعره هذا الشيء اجي زكريا رجع له غير شويه عليك زكريا وزكريا ماشي كلشي معايا ايوا بلاتي بلاتي نقول لهم بعدا شنو البلان فراسكم بالله هنايا وسط لوبيرز كاينه قاعه ديال الحفلات كبيرة شو تبارك الله قداش راه كتهز واقيلا شي 20 طبلة ولا 30 ولا أكثر كاع واقيلا أكثر واعرة كبيرة وهما مقادينها بواحد الطريقة اللي واعرة من ديزاين من الكراسة من الطبالي من كل شيء إلا عندك شي مناسبة تقد تجي ديرها هنايا شوف داك الشيء كي داير أنتك زوين واعر حتى لهذا دابا نمشيو نكتشفوا شنو فيه وهادو شو واحد دار لهم دي جي وأنا والله تعالى والله تعالى اللي غنغني آخر مرة غنجيبكم معايا مضاربين ليا فوق لاصين قدامي جاكم الصوت بجوج هادي تجي جاب لهم ميكروفونات باش يغنيو ليلى 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 يا ليلى فكرني واش ندير واش ندير كي ولا مازال صغير ليلى معاك هادو انت اللي جبتهم ما كنعرفهمش لا حتى انا ما بعرفهمش هبطوا تقعدوا او يا سلام هاد البلاصه هادي بحال شي معرض ديال الثقافه الامازيغيه بالضبط هاد الطبوقه هادو كيصايبوهم الامازيغ واعرين واعرين الشكل ديالهم هربان دير الخبز للفران واعرين الله يتا واعرين شوف 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 هادو كيديري على الوان فيهم
واو تبارك الله وما شاء الله اخوتي داك الشيء انتك واعر بوغوس زوين حتى راه ما يمكنش لحد الان حنايا دابا بلاصه ما نخضروا عويناتنا في الطبيعه كنخضروا عويناتنا بعدا غير في لوبيرج فيه شي حوايج اللي واعرين شي واحد لوحه تشكيليه ما فهمتهاش ولكن ناضيه وجلسه هنا عاوتاني حتى هي تقليديه جرب الجلسه جرب الجلسه اجلس هنايا يلاه جلس نشوف ها هو نعس عاوتاني راك نجلس ماشي نعس شو 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 واحد الصندوق فيه كنز الفلوس اش بان لك نقلبوا هذا الصندوق ما ربنا يكون فيه الكنز شوف راه اتفقنا ما نقيسوا حتى شي حاجه ولكن هذا راه الصندوق قد يكون فيه الكنز او فتح نشوف شنو فيه واو فيه ذهب هذيك هذه جره ديال الذهب تلقاها قديمه تالي ذهب ديال طومونجيري المهم اخوتي نرجعوا داك الشيء بلاصتو خصنا ما نخربوا حتى شي حاجه داك الشيء زوين وبوكس نخليوه كما هو يلا ابتسام يلا بغيتها شنو بغيتي وما يمكنش هذه راه دايرينها ديكور وماشي بيكالا هذه راه بيكالا وموتور بيكالا مخلطه مع الموتور ما فهمتش هربانه ياك المهم اخوتي ما فهمتش علاش دايرين واحد البيكالا هنايا ولكن راه ما يمكنش الديكور ديالها بعدا جا زوين بيكالا وموتور حاطينها هنايا لاصقين ملصقينها في الشجره فنا حمقات واعره ومازال كندورو يلا مازال كنكتشفوا شوف 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 خرجنا من هذا الباب ولقينا هنايا واحد الجليسه ديال الامير شكون يانيس ها هو اللي خصو يجلس الوسط هو اللي خصو يجلس الوسط وانتم دورو بيه دوز انت لهذا الشيء هشام احنا الحريم اي ابتسام انتم الحريم المهم معكم السلطان يانيس الجليسه ديالو يا سلام يلا يلا تشوفوا واحد الحديقه اللي هربانه شوف كل بلاصه كندخلوا ليها كتلقى فيها واحد البوابه في شكل زعما راك دخلتي لبلاصه جديده شوف 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 الحديقه كي دايره عقلتي على ابتسام هذه ديال صدريلا ضربنا فيها تصاور واعرين اش بان لك في هذه الحديقه اه وصندريلا 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 بلاتي 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 واش حتى هذه بغيت تدوز عليها شوف ما باقيش الدار بصافي خليه هو يطلع خلي صندريلا تطلع خلي خلي صندريلا تطلع صندريلا عندها الشعر المهم هذه شنو هذه ديك العرابه ديال صندريلا الاصدقاء شوف واحد فيكم صندريلا وواحد فيكم العود اللي غيجرها اللهم العود قال لك ولا صندريلا ولكن ها منين تجرها سير 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 جرب يلا تصيطي انت دابا هو صندريلا ما شغليش راس بقاك العود يلا سير صندريلا ثقيله هكا ضحكوا الاصدقاء مع زكريا المهم كما كتشوفوا عربه ديال صندريلا واجي نكتشفوا كاين العاب اخرين كاينه بيكالا بحال هذيك يا هشام حتى هي عاوتاني ستيل ديالها هربان يا سلام واش ورا الشوك عاوتاني واه شو 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 جمل واشو كاين مسبح ديال الدراري الصغار فين غيعوم يانيس واو مايمكنش المهم شوفوا بعدا هذا الجمل هذا شاد الديكور ديالو زوين واعر واعر ومازال شحال حاجه ما صورناهاش حتى تجيو تشوفوها ياك يا هشام بزاف اش بان لك ابتسام بلاصتي انا ويانيس اذا يانيس غيعوم في هذا المسبح ديال الدراري الصغار ستيل مايو وتعومي معاه حتى انت غنعوم معاه انا شو يانيس اخوتي راه ناعس ما جبتني اخبار وشحال زوين يا ويتك 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 الفوكس ديال الدار دابا ما بلانش ما يعومش واخاك باقي صغير لا لا باقي صغير كنضحكوا لا جاي نهار المهم كما كتشوفوا هنايا كاين مسبح ديال دراري صغار وايا وسبحان الله ونوضوا تقعدوا مزيان اخي ونوض راه مازال شحال حاجه ما اكتشفناهاش باش نمشيو نعوموا ومازال نكتشفوا شي حوايج وهذا ماشي المسبح ديالكم وراه كاين ديال الكبار يا سلام هنا فين غيلعبوا دابا هاد البراش اللي جبت معايا شو واحد فين نزل الاصدقاء الاخر حتى هو نزل ناري بغاو يشوهوني هادو شوف كل واحد فين مشى يلعب وبلاتي غنجي عندكم شوف فين تلاح في الترامبولين ديال الكبار ديال الصغار زعما وراه غطيح زكريا وزكريا وما يمكنش شو الاخر حتى هو فين كيلعب يا ربي السلام اش كدير اش كدير والهبيل وانا مسطي المهم اخوتي كما كتشوفوا راه كاين هذا الفضاء هذا ديال الدراري الصغار فيه العاب فيه زليقات ولكن الا جيتوا راه تقدموا ما تلقاوش هذا الشيء حيت غيخسروا هذا الحوش لا لا نطنط انا صاحبي راه سمعتها كدير قاق 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 شوف الاخر كيتحير وراه قلنا لك العب في ترامبولين ماشي تحير والهبيل والمسطي يلا شوف شوف قلبنا شي سالطو قلب شي سالطو سير سالطو 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 مشات ريبتيها كاين الحيوانات اجي هشام دير سالطو اجي وري السالطو كيفاش كدير هبط دق قط قط سير سير والله رد حفرها جمل سير 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 هشام سير هشام سالطو 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 غادي يموت غادي يموت هشام غادي يموت واو عاود 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 عاود
سير 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 شوف شاش كيتقلب بسرعه شوف كيما كتعرفوا الدراري الصغار عزيز عليهم الحيوانات خصوصا الفرارج الفلالس الطاووس راه ملي كيكونوا كيلعبوا هنايا كيلقاو راسهم كيسمعوا الاصوات ديال هاد الحيوانات هادو وكيجيو يشوفوهم. راه هو الطاووس خايف مني مسكين. شوف الفرارج واحد الانواع ديال استراليا ماشي غير ديال المغرب وانواع اخرى كاينه ديال المغرب. شنو هي كتهضر مع الطاووس؟ شوف 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 تبارك الله الريش ديالو قداش شاشه هنايا كاين هذا الباراسور هذا اللي فيكس كاينين طبيلات باش كتجلسوا تشوفوا وليداتكم كيلعبوا وتحضيوهم. وهنايا عاوتاني راه كاين واحد البلاصه بريفي ديال الدراري الصغيورين عامين بحال هكاك 3 سنين شتوها فيها العاب غير ديال الاطفال بيبي فهمتي وراه كيرسموا لهم في وجههم تيتهلاو فيهم تيلونوا لهم نديدات والبراش والبعارك واه كنسمع ققق ايه كنسمع ايه كنسمع واه يا راه قلنا ديال لي بيبي ديال الدراري الصغار هبط انا بيبي بيبي انت راه في الروز انا عاوتاني شنو عجبك دابا انا بغيت نركب هاد البيكاله ما يمكنش تركب فيها بيدالي هنا ولا غنبيدالي هنا واه ابتسام بغيت تركب هاد البيكاله اللي فيها جوج البيدالات ولا ما عرفتش شحال ما يمكنش فيها اطول سلسله قال لك ايوب الا مشيتي بها توصل هادي تبيدالي من هنا جوج بيدالات عندي فوري فوري عاليه واش بعدا الكيدون فين كاين والكرسي فين كاين وهذا بيداله وحده هنا وبيداله هنا بيداله هنا ما فهمت والو انا ولكن واعره الديكور ديالها واعر ومكتوب فيها لو غوفوج اخوتي سميت لوبيرس او دابا غتجيو للبلاصه اللي غندوزو فيها اكثر وقت بطبيعه الحال اللي هي لافيسيل الكبير يا سلام ولا ماشي سير انت بعدا طلع على حساب يانيس سيرفيس راه هو طل راهو باي باي كما كتشوفوا اخوتي راه كاينه الشميشه فاش كتجي لهنا كاين واحد الشميشه اللي زوينه ولكن اش بعيدك باش كنعوم كنغرق كتغرق لا راه كاين هنايا غارق وكاين الجهه الاخرى راه فيها ديال الدراري الصغار شتيها راه ما تعوم وهذا الشيء كامل بغيت نوريكم انا هو الاطلاله شوف تبارك الله الديكور عرفتي شنو هي تعوم في المسبح بحال هكا والاطلاله كاينه هنا شوف الفوق عاوتاني هادو ثلاثه الطبقات كلهم ديال لوبيرج اخوتي كلشي داكشي حتى الفوق اختار انت البلاصه اللي بغيتي وريح فيها ويطلع الراس ديال الجبل طلع خذ راحتك ياك ابتسام لا مهيب هنا وكاين هنايا هاد لاصال هادي اخوتي اللي حتى هي دايره بحال شي قاعه كاينه هذيك القاعه اللي شفتو قبيله راه هي هذيك راه هي وكاينه هادي عاوتاني اللي مقابله مع المسبح مباشره تيكونوا فيها لاكتيفيتي ديما في الصيف ديما كتكون زاهيه هنا غيعجبك الحاله الزكريا يلا سير باش نضربوها بشي عومه عاوتاني ونتبردوا يا سلام هاي شكون فاق وضربنا السيانيس ساعه ديال الطريق ودرنا في لوبيرج شي ساعه حنا كندورو وانت ناعس يلا فقتي الله على ضحيك الله يانيس هادشي تعوم معانا تتعوم معانا يلا تعاوم يلا نديك دخلك لافيشين نصدق نو صدق نو هكذا كدلعو ماما تتقول لي صدق نو دابا راه فاق باغي غير يرضع هو راه فاق يبغي يرضع ويرجع ينعس عاوتاني ياك ما باغي لا لافيسي لا والو باقي خامل عزيز عليه النعاس زاهيه كيبان هنايا عزي كيشبه البابا هو راه بيض هنايا حيت السموريه اي الاصدقاء حد هنا غنقول لكم شكرا حيت تفرجتوا في هذا الفيديو المهم كانت الدوره خفيفه ظريفه تاش من خفيفه ظريفه ساعه وحنا كندور المهم راه شحال من حاجه باقي ما صورناش حتى تجيو نتوما ان شاء الله وتكتشفوها بطبيعه الحال غنحط لكم لوكاليزاسيون ديال لوطيل اخوتي اولا ديال لوبيرج غتلقاوها في الديسكريبشن غتلقاو الانستغرام ديالهم الا بغيتو تستفسروا وتاخذوا معلومات اكثر وتسناو غدا فيديو جديد في المسبح لحقاش بينا نعومو دابا ونصورو لكم ولكن الفيديو غيجي طويل داكشي علاش خليت الفيديو جديد ونديرو يوم كامل في المسبح ونعومو حتى بالليل ماشي غير بالنهار نبقاو فيه من الصباح حتى الليل يلا زاهي اخوتي تهلاو في راسكم ما تنساوش لايك اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد باي باي